بارك الله فيكم. من الرياض السائل ألف عين يقول: سمعت أناس يقولون بأن الذي يعزف عن الزواج ولا يتزوج ويصبح عازب يدخل النار، فهل هذا صحيح فضيلة الشيخ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا قول فيه مبالغة، لا شك أن الزواج مرغب فيه لمن يستطيع القيام بحقوقه، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. الزواج مطلوب لما فيه من المصالح العظيمة، ولا ينبغي الرغبة عن الزواج مع القدرة عليه، لأن هذا خلاف السنة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يصل الحد إلى أنه يدخل النار، وإنما يكون عمله هذا مكروها ومخالفا للسنة إذا فعل هذا من باب التدين. إذا فعل هذا من باب التدين فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما بلغه عن الثلاثة الذين قال أحدهم: أنا أصلي ولا أنام، قال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنة فليس مني. فإذا كان يفعل هذا من باب التدين فهذا محرم، لأن هذا من الغلو والتنطع في الدين. أما إذا فعله لا من باب التدين، وإنما من أجل التخلي عن تحمل مسؤوليات الزواج وأثقاله، فهذا أمر مكروه. والزواج يعين الله جل وعلا صاحبه على مؤونته وعلى تكاليفه. الزواج يعين الله صاحبه، كما قال سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من إمائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم الصالحين من عبادكم وإن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فوعد المتزوجين بالغنى. نعم.